مين يا ست نزهة؟ أنا لا عايز مناديل ولا مفتقة ولا حاجة من دي. طيب إيه رأيك بقى يا حضرة الناظر في الحمالة دي؟ جامدة ومتينة وتعيش كتير، وهاخد منك كل أول شهر 3 سغ من تمنها. يا ستي أنا الحمالات عندي متوفرة والأشياء معدن، أنا غرضي في شيء تاني، حاجة تانية خالص. مين؟ ادخل. أسعد الله صباحك يا سعادة البيه الناظر. نعم، عايز إيه يا أخويا؟ جبت لك المفتقة اللي أنت طلبتها مني يا أنيسة فندي. أيوة بس انتبهي لي وخلي بالك، لو طلعت مزنخة ولا قديمة زي بتاعت المرة اللي فاتت هرجعها لك على طول. لا 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 بقى مالكش حق يا أنيسة فندي، دي كل الناس بتحكي وتتحاكى عن مفتقة نزهة النفوس. طيب أنا كنت والله عال والله عال. أنت يا فندي سايب فصلك وجاي تتكلم في المفتقة؟ أنت فاكر نفسك فين؟ في محل عطارة؟ لا 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 مؤاخذة حضرتك ناظر، أصل أنا كنت جاي لحضرتك عشان أقول لك يعني إن فصل سنة أولى أول. ماله أولى أول؟ لا 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 عامل هيصة وزيطة زيادة عن اللزوم بحيث بيخليني مش قادر أدرس الفصل التاني. والهيصة دي سببها إيه؟ مش دول أفندي معاهم؟ في الحقيقة حضرة الناظر أنا طليت على الفصل فما لقيتوش. اجري دور عليه، شوفه يكون ناطم فوق سور المدرسة وراح يشرب شاي في القهوة اللي جنبنا. اتحرك يا أستاذ مش فاضيلك. حاضر حضرة ناظر حاضر. والمفتاح يا أستاذ أنيس حصليني بيها على أولى تاني. أستأذن أنا بقى يا حضرة الناظر. مش تستني يا ست نزهة لما أقولك على اللي أنا عايزه؟ يو ما أنت يا أخويا مفيش ولا حاجة من اللي معايا عجباك. ما اللي أنا عايزه يا ست نزهة ما يتحطش في بقك. مش فاهمة. أنت عارفة يا ست نزهة إن أنا عايش وحيد بعد وفاة المرحومة الست بتاعتي. ألف رحمة. ماليش أنيس ولا ونيس غير بنتي الوحيدة جوهرة. يا أخويا ربنا يحفظها لك وتفرح بيها وبعدلها. والبنت كبرت يا ست نزهة. فهم، وخايف بقى تطير من إيدك وتقعد أنت يا أخويا لوحدك. نعم. مو مكسوف من ايه يا حضرة الناظر؟ هو يا اخويا الجواز حرم؟ ده انت يا اخويا لسه في عز شبابك. شباب ايه وهباب ايه يا وليدي؟ يوه هو معقول برضه اروح اجيب لي روحي مصيبه؟ يا اختي هو الجواز مصيبه واكبر مصيبه ممكن تحصل بني ادم في حياته؟ بقى اروح اجيب واحده من بيت اهلها عشان اوكلها واشربها والبسها؟ طب بمناسبه ايه؟ غوبر واحسان؟ ده انا عايز اخلص من المصيبه اللي ببيتي. عايز بقى عريس للست جوهرة، بس يكون واحد يليق بمركزي كمربي فاضل وصاحب مدرسة. ويا حبذا لو كان صاحب ثروة، مش مهم السن يعني، لو كبير شوية ما يهمش، اهو على الأقل يربيه على ايديه. بابا بابا الحقني يا بابا. ايه عايزة ايه يا جوهرة؟ العيال ضربوني. انهي عيال؟ العيال التلاميذ الصيعة بتوعك. كنا بنلعب المساكة وبعدين الواد عنتر قال ان هو حصل الام، مع انه ما حصلهاش. قلت له انت كذاب، راح مديني بالبوكس في عيني. رحت انا واخده مش حرامية ودلقته على الارض. راح كل العيال ضربوني وحدفوني بالطوب. قلت لهم طيب طيب هجيب لكم ابويا يضربكم. يلا يا بابا تعالى اضربهم بقى يا بابا. اضربهم يا بنتي؟ تلمي بقى، اكبري اكبري، بلاش فضايح بقى. انا جايبك تتعلمي مع العيال تقومي تلعبي معاهم المساكه. يا اختي ومال يا اخويا، ما هي لسه صغيره. دي صغيره دي؟ دي تخلفني. ايه مالكم الجيوبي؟ بتدوري على ايه؟ عايز عسليه. هو وانا برضو حشيل في جيوبي عسليه؟ يا جوهرة عيب 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 كده بعيب. ده انا لسه بكلم لك خالتك نزهة عشان تشوف لك عريس. لا انا مش عايزه عريس، انا عايزه شرس. شرس؟ بروفر يعني؟ يا اختي وهتعملي بيه ايه يا حبيبتي؟ ده احنا لسه في عز الصيف. ايه الجهل ده؟ انا مش عايزه شرس عشان البسه، انا عايزه شرز عشان افك الصوف واعمله كوره والعب مع العيال في الشارع. يعني اخبط دماغي في الحيط.
يا مثبت العقل والدين يا رب. شايفة يا ست العزها؟ ادخل. برضون يا سعادة بين ناصر. عايز ايه تاني؟ انا كنت عايز اقول لحضرتك من غير ما تزعمي. ازيك يا عم انيس؟ اهلا اهلا يا انيسه جوهره. مش هتيجي معايا بقى عشان نلعب في المراجيح؟ ايوه بس بعد ما اخلص. يا فندم انتبه لي هنا، مراجيح ايه وباب ايه؟ انت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ انا جاي اقول لحضرتك ان انا دورت على الاستاذ داوود في كل حته مش لاقيه. يعني ايه بقى؟ الارض انشقت وبلعته؟ اتفضل قدامي يا استاذ ندور عليه سوا. حاضر. اتفضل. حاضر يا فندم. وانت يا مقصوفة الرقبة، حسك انك اسمع انك لعبت مع العيال المساكة، فاهمة ولا لا؟ وانت يا ست نزهة، نعم. اعملي معروف ما تنسيش اللي اتفقنا عليه، فك الحبل من حوالين رقبتي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. جاتكم خيبة وما تعرفوش تعملوا حاجة من غيري، اتفضل. يا استاذ داوود، يا استاذ داوود. يا داوود افندي، يا داوود افندي. حضرة الناظر تعالى نشوفه هنا، يكون موجود هنا في الناحية. اتفضل يا اخويا، اتفضل قدامي. فين؟ يا أستاذ داوود، أين أنت يا جهبس؟ يا داوود أفندي، أنت يا داوود؟ سامع؟ أيوة، سامع صوته بيقول إحن من هنا يا حضرة الناظر. اطلع بره يا داوود أفندي. دقيقة واحدة يا حضرة الناظر. أي. يا أستاذ داوود اطلع، ده حضرة الناظر زعلان قوي. الرحمة يا ناس الرحمة، ده أنا في حالة ما يعلم بيها إلا ربنا يا كده. طيب يا داوود افندي، طيب انا هعرف شغلي معاك. معلش يا حضرة الناظر، ما هو مش بايده. ايوه يا اخويا دافع عنه، ما انتوا اصحابه حبايب، لكن الصحوبيه بقى ما تبقاش على حسابي. ها، كلمه واحده على الشغل معاك انت التاني. نهارك سعيد يا حضرة الناظر. نهارك اسود من قرن الخروب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصطبحنا وصبح الملك لله. ليه بس يا حضرة الناظر؟ اولا انت تسببت في تعطيل حركة التعليم بالمدرسة. ايوه بس يا حضرة الناظر، انا ثانيا وجودك الفترة دي كلها في دورة المياه استهلاك لمباني المدرسة واستهلاك للفلوس اللي بيدفعها بتاعت المية، ولا انت فاكر الحاجات دي ببلاش؟ انا مش فاكر حاجة ببلاش يا حضرة الناظر، انما انا اتكتم. وبناء على ما سبق ذكره ودرس المستقبل، عشان ما تكررش التصرف ده منك تاني، قررت ان ارسم ماهيتك 3 ايام. حرام يا حضرة الناظر، حرام. هي الماهية فيها كام 3 ايام يا حضرة الناظر؟ كلمة زيادة هيبقوا 5 يا حضرة الناظر. هو كمان وانت كمان عايز تقول حاجة انت الاخر؟ ولا كلمة. يلا يلا يا استاذ، يلا يا استاذ اتحرك على فصلك. حاضر. واياك اياك اسمع انك انت اهملت في درسك ولا سبت الحصه وزورت، فاهم؟ كويس كده يا استاذ انيس، كويس كده. 3 ايام يخصم لي 3 ايام بحالهم. معلش، ما هو انت المحقوق برضه يا استاذ داوود. تعبان يا ناس تعبان. ايه ده انا طول الليل عمال اتقلب، لا على حامي ولا على بارد. اسمتي كده حظ المليل كده. هو ليه ولا الحظ المليل؟ كان ربنا حكم عليا ادرس في مدرسه صاحبها ما يعرفش لا يقرا ولا يكتب. معلش معلش يا استاذ داوود، اكل العيش مر. ايوه اكل عيش مر. هو فين العيش عشان ناكله؟ ده المهية بقت 4.5 جنيه يا أستاذ أنيس، يعني الحصة تقف عليا ب6 ملين. طيب معلش، ربنا يسترها معانا بحق النبي. يلا يا حبيبي يلا على حصتك قبل ما يخصم لك حاجة تانية. على رأيك الواحد مش ناقص خصومات. يلا يا سيدي. مش فاضي الله خلينا العب معروض. وين لك عمى في عينك منك له يا خلفة القرود؟ اللي حسمع صوته حقطم رقبته. لك عمى في عينيكم.
دي خلق دي تخش مدارس؟ دي خلق بتاعت إصلاحيات؟ جاتكم البلد تعظيم سلام إرسال جلوس. التاريخ 27 جمادى الأولى سنة 1354. ولد يا ألبينو، واد يا ألبينو، فز قوم. ايه اللي مكتوب على السبورة؟ اقرأ وعلي صوتك وبصوت واضح. ايوه مار معر بقى. أنا جاي من بيتنا وسايب العالم اللي بره ده كله علشان أديكم معر. اترزع اترزع، نام أحسن. يا دكتور اللي هو أنا. فضل قوم. حاضر. ايه اللي مكتوب على السبورة وصوتك واضح؟ يلا مصر. برافو جدع يا دكتور، برافو يا دكتور. الله يحفظك. قول لي يا دكتور، ايه اللي تعرفه عن مصر؟ في حدود علمي اللي بنى مصر كان في الاصل حلوان. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. انت ابوك كان بيشتغل ايه؟ طبال يا بي. ده بتاع مواويل شجف محمد علي. هناك بقى تقول الكلام ده في المواويل، انما في المدرسه لا. اترزع. عباس قوم يا عباس، ايه اللي تعرفه يا عباس عن مصر؟ مصر هي وطني الذي فيه ولدت وعليه نشأت وبه افتخر. مصر هي امي. جدع يا عباس، برافو يا عباس، 10/10 يا عباس. اقعد يا عباس. محروس ومعرف، ايه اللي تعرفه عن مصر؟ مصر هي ام عباس. ام عباس؟ ام عباس مش انت اللي لسه قايل ده امك؟ كويس كده، جبت لك ضرب والكلام. من فيك ايه بس؟ اطلع من هدومي يا ربي، اطلع من هدومي. ليه يا رب بس تحكم عليا كده؟ ليه؟ ده انا اهون عليا اروح اسرح في الشوارع ببغات قمصان بنفتالين بليه بنعناع نضلر ولا اني اشوف خلاقكم. داود افندي، اهلا وسهلا حضره النصر. قيام.
تعظيم سلام ارسال جلوس. سلام زي ما سيادتك شايف يا فندم، يعني تمام ودراستهم تمام وعلى اعلى مستوى من الثقافه. مش مهم، انا جاي لك في حاجه اهم. اهم من كده يا فندم؟ ايه يا اخي؟ خير. اسمع، ايوه، عايزك تخطف رجلك لحد السوق، ايوه، تشتري له اكلين ملوخيه. ملوخيه؟ ايوه ملوخيه. طب والدرس والتلامذه والحصص يا فندم والحاجات؟ التلامذه متلقحين مش هيطيروا. حاضر، امسك السبق. خد وتشتري كمان نص رطل لحمه. نص رطل لحمه يا حضره الناظر؟ ليه؟ سيادتك عامل عزومه؟ عامل ختمه؟ مالكش دعوه. حاضر، اسمع. ايوه، انا عايز الملوخيه تكون مرعرعه ورقها عريض، واللحمه من بيت اللوح. اوعى الجزار يخمك يحط لك عليها عظم ولا شغط. لا يا فندم، هتاكد انها من بيت اللوح. حاضر، وتجيب لي ورقة بالحساب، لا قرش اسود فوق ولا قرش ابيض تحت. حكيم انا عارفكم. لا يا فندم، حض الله بيني وبين القرش الحرام. حاضر، على طول. اسمع. ايوه، ما تنساش وانت جاي تجيب معاك كمان لتر جاز. حاضر. يلا اوامر، اتحرك. يلا يلا يلا، يلا. اسمع يا واد منك، له اللي حسمع صوته فيكم ملوش عندي غير الفلقة. ايه ده؟ ولد الله 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 الله، على فين يا زميلي العزيز؟ رايح يا سيدي استقضى شوية حاجات من السوق لحضرة الناظر. يا بختك يا عم. ايوه يا سيدي، يا بختي يا سعدي يا هنايا يا اخويا. طبعا يا بختك ويا سعدك ويا هناك. الدور الباقية علي انا، كل اسبوع لما املي غسيل البيت كله بيضات وكله وتنظيف واقعد عطش، هات يا غسيل يا غسيل يا غسيل. شيء جميل. الله يعال، واقفين تتسمروا هنا؟ لا ابدا حضرتك. ناصر، ما تتحرك يا استاذ. ماشي يا فندم. يلا، وانت؟ ايوه حضرتك ناصر. اجري على الفصل، خد تلامذة الاستاذ داوود واطلع بيهم على الحوش ودرس لهم حصه جمباز. حاضر. جمباز يا حضرتك ناصر؟ جمباز يا انيس افندي. ايوه حضرتك ناصر، وسطي يتقطم يا حضرتك ناصر. تحب وسطك يتقطم من الجمباز ولا اقطم رقبتك بايديا؟ لا 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 لا، خلاص يا حضرتك، امرك يا حضرتك ناصر. حاضر، اتحرك. حاضر يا حضرتك ناصر. حاضر. جمباز جمباز وامري الى الله. قطتي صغيره واسمها نميره، لعبها يسلي وهي لي كظل. قطتي صغيره واسمها نميره، لعبها يسلي وهي لي كظل. بلا قطتي بلا كلبتي، عندنا حصة ألعاب. أحلى فاكهة في الدنيا بالصلاة على النبي. صباح الخير يا معلم سيد. أهلا يا داوود أفندي. يا صباح الفل. إزيك يا معلم سيد؟ الله يكرمك. بقول إيه، وحياتك يا معلم سيد، عايز رطلين ملوخية بس يكونوا طازة. دول رايحين لحضرة الناظر، وانت عارف حضرة الناظر بقى لسانه طويل ورزل. من عيني. بس اقعد شوية. لا معلش، اصل سايب لتر الجاز عند بتاع الجاز بيملاه، فلازم اروح اجيب اللتر بتاع الجاز من عند بتاع الجاز واوديه على المدرسة لحسن يعمل لي. يا راجل متصربع على ايه؟ ما تقعد شوية نشرب الشاي وتقرا لي الجورنال ونتسير في احوال الدنيا. اقعد. الله يا سيدي على رأيك. هيحصل ايه؟ التلامذة وايدي منهم والارض. انبه واحد فيهم لو الدنيا ضحكت له
مش هيطلع اكتر من بياع كشري. يلا هات الشاي، هات الشاي يا معلم. واحد شاي كشري يا ابن الداوود افندي. عم سيد تليفون. طيب جاي باذنك يا داوود افندي، لحسن سايب الجماعه في حاله وضع. وضع؟ اه ربنا ينتحهم بالسلامه. خليك اسيبك الجورنال تتسلى فيه. عمال ما ارجع لك. طيب بعد اذنك. ربنا معاك يا معلم سيد. الا حكايه الوضع دي، الا الوضع. ما اشوف اخبار الدنيا ايه. يا ايه ده؟ ننشر صورة المليونير المعروف الخواجة هاليفاكس بمناسبة فوزه بجائزة اليانصيب الكبرى وقدرها 100,000 جنيه. مليونير ويكسب 100,000 جنيه. مسكين، كان الله في عونه. 100,000 جنيه، ودول الواحد يدي بيهم كام حصة؟ يعني 14 5 يبقى 68. لا لا لا، ما ينفعش. ده الواحد لازم يشتغل 2000 سنة عشان يخلص نصهم. نهايته ناس بتكسب 100,000 جنيه وناس بتشتري ملوخية. اخ ما شاء الله. والله انجاني وترد ليا، والله انجاني وترد ليا. لا اقول له طلق، لا اقول له طلق يا انا يا هي. وديني البورصة، البورصة 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 البورصة، أسعار البورصة، الأسهم، السندات. هما كاتبينها بخط صغير ليه؟ الأسهم، السندات. يعني إحنا مالنا ومال الحاجات دي؟ مالناش دعوة بالحاجات دي. خلينا إحنا في أنت يا حضرت اللي إحنا فيه يا معلم. معلم؟ معلم ده إيه؟ قوم كلم. كلم؟ أكلم إيه؟ كلم الهانم في العربية. هانم في العربية؟ مش مكلم. إيه اللي هانم في العربية؟ يا راجل قوم، الهانم عصبية، أنت مش قدها. أنت بتهددني؟ طب مش قايم. إذا كانت الهانم عايزة حاجة تيجي تاخدها من هنا. ياك منها راكبة يعني عربية تقوم تأمر وتنهي في الناس؟ مش قايم. أنت حر. إيه الناس دي؟ يوي! معلم إيه؟ معلم! ده أنا أستاذ محترم. معلم. ما عندهاش. كومن سنس. ايه الحلاوة دي كلها؟ انت قليل الادب يا ست هانم. انت مش متربي يا ست هانم. انا ازاي يا افندي يا مفشكل يا مبعجر؟ انت يجي لك السواق بتاعي يقول لك الهانم عايزاك، تقول له لا. وابو حضرتك انت فاكر نفسك ايه؟ ده انا السفرجي اللي في بيتنا عندف منك، الشوفير اللي بيسوق لي العربيه ضفره برقبتك. لا 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 يا سهل، بلاش حاجات اعمل معروف. انت تخرس خالص ومش عايزه اسمع صوتك. الله، ما هي مش طريقه كلام دي كمان. تهبني اكلم سيادتك ازاي؟ تحب اكلمك فرنساوي ولا اقدم لك طلب؟ ولا تقدمي لي طلب ولا تكلميني فرنساوي ولا انجليزي، بس المساله يعني الذوق كويس برضه. شفت انك قليل الادب؟ ليه بس يا استهانم؟ انا عملت ايه؟ مش بتقول ان انا ما عنديش ذوق؟ انا فتحت بقي يا ناس. انت من ساعه ما دخلتي وانت ما بطلتيش، على طول زي المتريليوز، زي مدفع الرشاش،
بقوة 190 شتمة في الدقيقة. اتفضل اتحرك. اتحرك؟ اتحرك ليه؟ في ايه؟ اوزن لي. اوزن لك؟ اوزن لك ايه؟ 5 وقات تفاح. تفاح؟ بمناسبة ايه؟ يعني مش عايز تبيع؟ انا هوديك في داهية يا شويش يا بوليس يا نيابة. طب خلاص خلاص. اعوذ بالله، صنف يخاف ما يختشيش، صنف نمرود. يا بي اتحرك. طيب انت مش قليل الادب وبس، انت كمان حرامي. انا طبعا مش بتحطلي التفاح كله معطب. اتفضلي الصندوق قدامك اهو، نقي اللي يعجبك. خلاص مش عايزه تفاح. احسن. عندكو كراز؟ كراز يعني ايه كراز؟ ما تعرفش يعني ايه كراز يا جاهل؟ ده نوع من السندوتشات. ساندوتشات بقى، ما تعرفش يعني ايه كراز وانت فكهاني؟ يا ست هانم، بس مين اللي قالك ان انا فكهاني؟ انا زبون. ولما انت زبون يا افندي يا قليل الادب بترغي معايا ليه؟ قريبي صاحبي؟ هو انت لا عاجبك لا كده ولا كده؟ خلاص انا متاسف. لا خلاص يا ست هانم، حصل خير. ما تزعلش مني. لا مفيش زعل ولا حاجه، هزعل من ايه يعني؟ يعني اكمني طولت لساني عليك. لا حصل خير خلاص. اصل شكلك يعني. ماله شكل؟ ما ينفعش يبقى زبون. امال ينفع يبقى ايه؟ صاحب محل ولا كده كمان؟ لا زبون ولا صاحب محل، امال يبقى ايه يعني؟ ما تاخذنيش، شكلك شبه الاوراداتي. اوراداتي؟ عيب يا هانم عيب. انا استاذ، انا مدرس محترم. انت محترم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا محترم يا هانم، مدرس محترم في مدرسه العلم نور الخاصه، تخرج من تحت ايدي العباقره. ايوه في السرقه والنشل. لا يا استهانم، مش في السرقه والنشل، عباقره في شتى الميادين. اشي محامين، اشي اطباء، اشي مهندسين. ما يغركيش مظهري المتواضع وشكل البسيط. كم من كتاب جلدته مبهدله ولكن في سطوره اعلى مراتب العلم والمعرفه. ده انت كلامنجي درجه اولى. ويا ترى مدرس في ايه؟ في التدبير المنزلي؟ تدبير منزلي؟ كلامك تملي فور الدم. يعني ايه مدرس في مطعم؟ يا استهانم انا مدرس كشكول. جغرافيا ادي، تاريخ ادي، حساب ادي، صحة ادي، اشياء ادي، رسم ادي، وكمان أدي ألعاب رياضية، ومفيش في الدنيا حد أدي. وفوق كل ده جهبز من جهابزة اللغة العربية ومرجع في النحو والصرف. يعني سباك يا ست هانم. انت بتفهمي ازاي؟ ايه اللي جاب اللغة العربية للسباكة؟ انت مش بتقول مرجع في الصرف؟ الصرف شيء في اللغة العربية، والصرف في السباكة شيء آخر. يا خسارة يا خسارة، كنت عايزاك تصلح لي حنفيات الحمام. حمام؟ أمشي أنا بقى. طب وتفاح يا سهان؟ مش عايزاه، اتغشيت في منظره من العربية. لما جيت هنا لقيته مش قد كده، ما يتخيرش عن وش حضرتك، يقرف.
أرفاري اسمك إيه؟ داوود يا فندم، داوود عبد البر. أنشانتي، باي باي. باي باي يا فندم. لسانها طويل إنما تحل من على المشنقة. يا ظهري، يا جنبي، يا معدتي، يا كلوتي. يا لي. الله، مالك يا استاذ انيس؟ لا باس عليك، مالك بتلوى ليه كده؟ اسكت 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 يا استاذ داوود، اسكت على اللي حصل لي. ايه حصل لك؟ ايه اللي كفل الشر؟ حضرة الناظر. حضرة الناظر الله لا يكسبه ولا يربحه، طلب مني ادرس حس الجمباز الاولاد. وبعدين ادي النتيجه زي ما انت شايف، مش قادر اصلب طولي. لا معلش معلش، ما انت قلتها حكمه، اكل العيش ما بيرحمش. ايوه بس مش الدرجات دي يا استاذ داوود، ده فاضل عليه يجيب لي قرد ومعزه ويقول لي اسرح بيهم على القهاوي. افندي افندي داوود افندي. اهلا اهلا ست جوهره. ايه الحاجات اللي بابا قال لك تجيبها لنا؟ اهو يا فندم، ده الجاز ودي الملوخيه طازه، والله طازه. ويا فندم واللحمه وبالهنا والشفا يا فندم. ميرسي قوي قوي قوي. عفوا يا فندم. سلام يا فندم. ونعم الخلفة. يا عوف، لا التنهيدة دي مش طبيعية يا أستاذ داوود. تقصد ايه بالظبط؟ أقصد أنها تنهيدة صادرة من قلب مكلوم. مكلوم، هو مكلوم وبس، ده مكلوم ومتنيل على عينه. داوود هاي انت بتحبها؟ وطي صوتك، انت عايز تودينا في داهية ليه؟ هو الحب حرام؟ لا مش حرام ولا حاجة، بس يعني كل فولة ولها كيال، ودي برضو بنت حضرة الناظر. وايه يعني لما تكون بنت حضرة الناظر؟ استاذ انيس انت جننت؟ بقول لك بنت حضرة الناظر، حضرة الناظر صاحب المدرسة، حضرة الناظر اللي بياكلنا عيش، حضرة الناظر اللي فاتح بيوتنا. وماله يا سي داوود؟ وماله لما تكون بنت حضرة الناظر؟ هي مش بنت وليها قلب زي كل البنات؟ اه ضروري. خلاص انت ما سمعتش يا سي داوود عن ملك الانجليز اللي ساب العرش عن عشان واحده ست بحبها؟ يا استاذ انيس، ملك الانجليز شيء وحضره الناظر شيء تاني. لا 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 لا، انا مش معاك في الكلام ده يا سي داوود. المهم القلوب العواطف. العواطف من جهتي انا مش متاخر. طيب وهي؟ هي والله مش عارف. طيب قول يا سي داوود، هي ما كلمتكش عن حاجة؟ ما لمحتلكش بحاجة؟ لا لا الحقيقة من الجهة دي لا، يعني مش مهتمة بالحتة دي أبدا. خلاص واجب عليك انت برضو تحسسها بكده. أحسسها بكده إزاي؟ ايوه قلت لي إزاي؟ تحسسها إنك بتحبها. أحبه إزاي؟ بالنظراتي باللفتاتي. بالنظراتي باللفتاتي؟ من فضلك وضح كلامك شوية. أيوة يعني شغيل لغيه وجلها شوية نظرات من نظرات عينيك الفتاكي. نظرات من عيني الفتاكي؟ نظرات إيه؟ ده أنا نضارة على عيني أدخل من قعر الكوباية. يا راجل يا راجل، ما تبقاش ضعيف الثقة في نفسك وتافه كده.
وبعدين بقى فطلت لي ساندي وبعدين؟ ما هو حرام عليك تفضل ساكت كده وكابد في نفسك وعمال تحرق في نفسك، لازم تصارحها بحقيقة عواطفك. أصارحها؟ طب افرض بقى هي خدت الحكاية مبخرة معطرة وراحت قالت الحكاية دي لأبوها. أنت بس تشجع وقول لها وأنا واثق إنها هتقع صريعة في حبك. صريعة في جمالك الفتان. جمال الفتان إيه يا سيدي؟ جمالي. جمالي امال قالت عليا ليه ان انا زي الاراداتي؟ اراداتي؟ مين قال الكلام ده؟ الانسه جوهره؟ لا، دي واحده ست قابلتها عند الفكهاني. فكهاني؟ آه لو شفتها يا أستاذ أنيس. حلوة يا أستاذ داود؟ حلوة. أقول لك على إيه ولا على إيه ولا على إيه؟ عينين إيه؟ شعر إيه؟ قد إيه؟ حواجب إيه؟ بق إيه؟ مراخير إيه؟ وطولة لسان إيه؟ اسمها إيه يا أستاذ داود؟ اسمها؟ سماح، أنا خلاص مخ هيطق، نافوخي هينفجر. يا شيخ تعالى تعالى أقعد كده واستريح وفهمني إيه اللي حصل. يعني مش عارفة إيه اللي حصل؟ فيها ايه لو الراجل عايز قرشين زياده؟ مش ممكن، مستحيل. انا لا يمكن ابدا اوافق ان شخص زي ده يستغلني. قولي، هو لسه قاعد في المكتب؟ اه متلقح هناك. طيب تسمح لي اتدخل في الموضوع؟ ايه الكلام ده سماح؟ ده شغل الرجاله. الله، انت نسيت ان احنا شركة ولا ايه؟ ايوه بس مفيش بس، اقعد انت واستريح وسيبلي انا الموضوع. يا حسن، حسن، خمس دقايق بس وانا هجيب لك كل الاوراق ممضيه. لما نشوف. ايوه استنى، اعمل كوبايه ليمون لرأفت بيه وحصلني بفنجان قهوه على المكتب. حاضر يا فندم. اهلا يا حمدي بيه. سماح هانم. لا لا لا، انا زعلانه منك قوي. يا خبر، انا ارضى زعلك برضو. اتفضل. انت ليه مزعل رأفت؟ في حد يزعل من الحق؟ طبعا لا. خلاص، انا مش بطلب اكتر من حقي. لا يا حمدي بيه، انت طالب كتير خالص. 5000 جنيه مبلغ مش كبير يا سماح هانم، خصوصا لو عرفت حضرتك ان الصفقة هتصفي مبلغ ما يقلش عن 100000 جنيه. ما انت عارف العمليات اللي زي دي مصاريفها كتير. ما تنسيش حضرتك ان المسؤولية كلها في رقبتي. رقبتك يعني ايه؟ شوف يا سماح هانم، الاستيراد والتصدير له شروطه، وطبعا حضرتك عارفة ان رأفت بيه من الناس اللي ما تنطبقش عليهم الشروط دي. هو كمنه يعني خد كم مرة حكم بسجن تقوم هتتحكم فيه وتقطم رقبته؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، انا ما قلتش كده. كل ما في الامر ان صحيفة سوابقه ما تسمحلوش بمزاولة المهنة. طب ما علشان كده كل العمليات بتبقى باسمك. عظيم، ما اختلفناش. البضاعة اللي جاية باسمي دي بضاعة سليمة. قصدك ايه؟ خلينا في الصفقة اللي بنتكلم فيها دلوقتي. 20 عربية مستعملين جايين من ألمانيا، انتوا هتبيعوهم على انهم قدام؟ هو اصل يعني انتوا
هتغيروا وهتبدلوا فيهم وهتبيعوهم على انهم جداد، وده بقى في عالم التجارة اسمه غش، اسمه تدليس. ولو المسألة اتكشفت يبقى فيها على الأقل 5 سنين سجن. بصراحة بقى 5000 جنيه مش كتير على 5 سنين سجن. يعني مفيش فايدة؟ للأسف أنا متمسك بطلباتي. عن إذنك. مش قلت لك إنه إنسان نمرود؟ أنا الحق عليا، كان لازم أسيبه موظف سنكوح يستلف من هنا ومن هنا. معلش هدي نفسك وخلينا نفكر بالعقل. هو أنا فاضل في عقل؟ الطلبية دي لو اتأخرت عن كده الصفقة كلها هتضيع مننا. خلاص يبقى اديله اللي هو عايزه. مستحيل. طب ما انت كمان يا رأفت ما تقدرش تمضي الطلبيات باسمك. عارف يا ستي عارف، يبقى مفيش داعي للمعايرة. مش معايرة ولا حاجة يا رأفت، انت مش صحيح رد سجون. خلاص يا ستي خلاص، نقفل على الموضوع ده بقى. المهم دلوقتي لازم نلاقي حد بدل اللي اسمه حمدي ده. حد زي مين؟ مش عارف، بس لازم يكون انسان شريف نظيف ملوش سوابق قبل كده، وغير كده لازم يكون غلبان يرضى بقليله. غلبان ويرضى بقليله، غلبان ويرضى بقليله. بس انا لقيت الراجل اللي انت بتدور عليه. يا استاذ انيس وضح كلامك شويه، مش فاهم. يا استاذ داوود تعبتني معاك، فتح مخك معايا شويه. حاضر انا معاك اهو، اتفضل. شوف يا استاذ داوود، عشان تاثر على قلب الانسه جوهره وتشعلقها بحبك لازم تشعللي تولعي. اولعي يعني ادلو عليها جاز وشط فيها بالكبريت وولعي. جاز ايه وكبريت ايه يا سيدي داوود؟ مش انت اللي بتقول؟ يا سيدي ده تعبير مجازي. بلاش فلسفه واتكلم. شوف يا صديقي، ايوه زي ما سبق وفهمتك، اول ما تشوف الانسه جوهره جاي ايوه تروح مسبل له. اسبل له ايه؟ ايوه سبل له ازاي؟ كده اهو. اهو يه جيتك القرف. ادي بقول لك سبل له مش رعبه. فهمت. يبقى لازم كده اهو. ايوه اسم الله عليك. ايوه بس ناسي جفنك الشمال 2 مللي. يبقى كده. حلاوتك يا مدود يا فتاك يا جميل. حلو قوي. حلو جميل قوي. بعد كده العب لها وداني. العب لها ودانك ده ايه؟ بعد كده بقى يا مدود خلي بالك مني. ايوه اول ما تشوفها جاي كده وسبلت عينيك تروح واخد بعضك وماشي بخطوات غزلانيه. عارفها. ايوه تعالى كده عارفها. ايوه خطوات غزلانيه. هوب جاتك القرف اللي بتعمله ده. ايه دي خطوات غزلانيه برضو؟ دي خطوات جاموسيه، ده اوتوبيس وهيبططي. مش عاجبك خطواتي؟ لا مش عاجبان. خلي بالك مني، انا هعمل لك الخطوات الغزلانيه. انا خايف عليك. خلي بالك مني. شوف خلي بالك مني. وريني اسم الله. يا حبيبي يا ولد اسم الله عليك. شوف يا حبيبي بعد كده تقف جنبها وتتنهي التنهيده. ايوه عارف ادي بقى. وريني. ايه اللي بتتنهده دي زمارة انذار مش تنهيدي. ايه تعرف حاجة؟ فتح مخليك معايا يا داوود، افهمني انا بعمل لمصلحتك. انا خايف عليك. شوف تتنهد كده اهو مع عواطف رقيقة. شوف
يا حبيبي يا داود اهو كده هتبص تلاقي البنت فرفرت في ايديك يعني بقت جاهزه ايوه تروح ساكحها كم كلمه من كلامك الجامد ده وتعترف بحبك ليه هي كمان هتروح معترفه لك بكل حاجه يا واد انت يا جامد انت يا جامد انت داود افندي اهلا يا انسه بقول لك ايه ايوه ما عندكش صباع طباشير طيب استاذ داود نعم استاذن انا بقى عشان اروح الحصه بتاعتي فوتكم بعافيه تشجع ها عندك صباع طباشير في الحقيقه يعني انا لو ما عنديش كمان يعني تاخدي صوابعي تكتبي بيهم يا انسه اكتب بيهم على الحيطه يا شيخ اجري كده وهتاكل بايه طب لو سمحتي ثانيه واحده معايا كده بس ثانيه واحده ايوه ماشيين عال عال انا يا نهار ابوك منيل يا استاذ انس ده انت فيتك صحيح الوقت الواحد يعمل ايه بس اهدى